يعيد عدد من النواب النظر بإجازات خارجية كانوا قرروها في الأسابيع المقبلة في ضوء ترقب نتائج اتصالات سياسية دائرة في الشأن الرئاسي. علم أن تغييرات ستطرأ على نواب الرئيس المعينين لدى تيار سياسي فازت قيادته بالتزكية قبل أيام. يتخذ حزب الله إجراءات أمنية جديدة على مستوى القيادة الحزبية في ضوء التخوف من اغتيالات إسرائيلية تطالها.